السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الغفلة عن ذكر الله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد الشكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عبد الرحمن، حرك الشاشة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم أخو مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا حضرتك طيب ولله الحمد، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياك حضرتك، علامات رضا ربنا عن العبد ايه؟ اعظم علامة لرضا الله عليك ان توفق لطاعة الله ان شاء الله. فاذا كنت من المطيعين لله، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، من الممسكين عن الشر، من السعاة في الخير، اعظم علامة. والله يا شيخ مصطفى انا بحب ربنا جدا، ولذلك يعني الحمد لله تركت عادات سيئه جدا. ان المحب لمن يحب مطيع، يعني اقول انتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انا لما عاوز ابعد عن اي شيء اتركه لله، والله وربنا بيعوضني خير. وطبعا لا شك هنا، لا شك ولا ريب في ان من علامات رضا الله عن العبد ان يوفقه للطاعه. اقول لحضرتك على حاجه بسيطه، انا كنت بشرب دخان يعني وكده، فقلت هتركه لله، والله ما عدت ليه ابدا بعدها. هذا من فضل الله عليك، ربنا يزيدك. من فضل الله عليك، اشكر الله. الحمد لله، اشكر الله، الحمد لله، لا اله الا الله. بارك الله فيك يا رب، وحفظك الله يا امل بنت بدير ابو عمر، وفقك الله رضا، جزاك الله خير ونفع الله بك ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا الحبيب. اتفضل. الله يبارك في عمرك. طيب. سعي الطواف اللي هو النافلة يجوز في أي وقت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم، واضح؟ تمام يا سيدنا، ربنا يبارك في عمرك. بارك الله فيك. سؤال تاني حبيبنا، معلش، لو فضح. واحد بيخرج زكاة ماله، يعني هو بيحسب على الفضة، ما بيحسبش نصاب على الذهب، وبيخرج زكاة ماله ما بينتظرش الحول، يعني كل ما بتوصل النصاب بيخرج بيطلع زكاة ماله، هل ده خطأ؟ مش فاهم يعني، يعني دلوقتي هو بيحسب نصاب زكاة المال على الفضة، يشكر على هذا. نعم. ويخرج الزكاة سنويا، إذا أخرج أكثر من سنويا يشكر على هذا. لا مش سنويا، هو كل ما بيوصل نصابه المال يوصل نصاب الفضة بيخرج على طول عنه الزكاة. كيف يعني، هو عنده دخول مستمرة ولا إيه بالضبط؟ دخول مستمر. لا، لازم يخرج على رأس السنة. لازم على رأس السنة؟ عند الوقت اللي يخرج فيه الزكاة السنوية يخرج يحسب كل ما له ويخرج عليه الزكاة. وإن أراد خيرا يحسب على كل ما عنده، سواء حال عليه الحول أم لا، إذا أراد الخير. لكن هو يخرج كل ما يوصل النصاب معاه ده خطأ.
لا ما هو هيتخلف عن اداء المال على الاخر. يعني افرض انت معاك مليون الان خرجت عليها، وبعد سنه جالك 500 الف، هتخرج على 500 الف. طيب والمليون؟ نعم. الله يسلمك، بارك الله فيك يا سيد البعلي حماده بن مصطفى، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير والحمد لله. انا بحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. شيخ مصطفى، انا زوج اختي في محنه، يعني اسالك فرج همه يعني. الله يكشف عنه الضر وعنا وعن كل مسلم يا رب. يا رب. امين يا رب. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله انا بخير. كنت لسه بسأل عند حضرتك، بالنسبه لو انا مثلا هدخل كليه مثلا حربيه او كليه شرطه ودفعت اللي بيقول عليها واسطه، فهل دي حرام مثلا مبلغ؟ طبعا طبعا لا شك في ذلك. طب حتى لو انا مثلا يعني انا مناسب بس محتاج واسطه جت عشان ما في غيرك كثيرون مناسبون ولكنهم فقراء. طب ما انا لو ما دخلتش ممكن حد غير يدخل؟ ما يدخل اللي يدخل يدخل، احنا مالنا نمشي صح وخلاص. يعني هيبقى حرام كده فعلا؟ لا، ما انت رشوه يا اخي الكريم. شو رشوه؟ صحيح. بس ابتعد عن الرشوه، ربنا عوضك كل خير. تمام. وما ادراك ان الشرطه فيها خير لك؟ نعم. ما ادراك ان الشرطه يكون فيها خير لك؟ قد يكون فيها ضرر عليك في دينك ودنياك. صحيح. ها؟ شكرا يا شيخ. الله يسلمك. شيماء بارك الله فيك، وفقك الله يا امل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا سيدنا الشيخ مصطفى. اتفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا سيدنا الشيخ مصطفى. يا سيدنا الشيخ، في بعض الجماعة تسمى الجماعة الكركرية عندنا في المغرب. الكركرية؟ نعم، يلبسون اللباس المرقع الأحمر والأصفر والأزرق، المهم شكلهم هكذا، ويقولون بعض الأمور أريدك أن تبينها وأن تبين حكمها في الشرع. يعني يلبسون الثياب الأحمر والأصفر والأخضر المرقع؟ نعم، يلبسون الثياب المرقع يا شيخ. هدي من هذا؟ هدي الرسول ولا هدي إبليس؟ لا، هديهم، هديهم هم تقريبا. وهديهم هم لهم هدي يتبع، ولازم نأخذ هدينا إما الهدي من كتاب الله وسنة رسول الله أو من إبليس. لا، ليس هذا المشكل يا شيخ، المشكل فيما يقولون، يقولون أنه من يبايع شيخهم يرى نور رسول الله. يا سلام، هذا باطل من القول. عندنا في مصر واحد أضل منهم وللأسف يروجون له في الإذاعات، يقول لك الذي يصافحني يدخل الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد ضل، فالضلال كثير، قطع الله دابرهم اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم امين، بارك الله فيك يا شيخ على دعاة الضلال كثير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا فاضل. تفضل. انا اشتريت، عندي ثلاث اولاد، واشتريت كل واحد منهم قطعة ارض، الهدف منها البناء مش التجارة. عايز اعرف هل وجب عليه الزكاة فيها؟ اشترى لاولاده كل واحد قطعة ارض للبناء عليها، ليست للاتجار، ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. نعم. وطب ولو القطعة منهم بيتي انا هبني فيه لنفسي، هل ده عليه زكاة؟ واذا بنيت لنفسك ايضا بيتا ليس عليك زكاة في بيتك. شكرا. الله يكرمك. مرحبا بك يا اخ محمد يا نصار، وفقك الله يا اخ سيد البعلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس حضرتك يا شيخ، ازاي بتقدر نفقه المتعه للمطلقه مع العلم ان هي طلقه ثالثه؟ نفقه المتعه للمطلقه تطليقه الثالثه، ليس لها نفقه ولا متعه عند فريق من اهل العلم. قول النبي عليه السلام عند من صحح الزياده لفاطمه بنت قيس لما أرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، قال النبي ليس لك نفقة ولا سكنة. تنازع العلماء في هذا الحديث، هو في صحيح مسلم والبخاري أيضا كثير منه، فمن العلماء من قال ليس للمطلقة ثلاثا نفقة ولا سكنة،
وعمر يرى خلاف ذلك، يقول لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، عفوا، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فعمر يثبت لها النفقة والسكنة، والشافعي يثبت السكنة فقط لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالأحوط لك في دينك لا تطالبي بكثير، إذا أعطاك شيئا أخذتيه فقط، لكن كتقييد لا. يعني شيخ الأولى والثانية أصلا ولا أخذت نفقة عدة ولا متعة يعني. لا خلاص، لك أن تطالبي بالأولى والثانية. الله يكرمك. مرحبا بك يا والد الشيخ سعد الأجدر، وفقك الله وسلمك، بارك الله فيك يا أبو عمر بن عماد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا مولانا، كنت أنا بدرس علم مصطلح حديث. أعانك الله. مرحبا يا أخي أسامة الأجاوي. من أي البلاد أسامة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ها؟ ألو. أيوة يا شيخ، دلوقتي أنا عايز أسأل بس، هو لو في مشاكل حصلت بين واحدة وأم زوجها، وهي حالا يعني رفض، أنا رفض حالا إن يبقى في علاقة بسبب الأذى اللي حصل زمان، لكن زوجي لا، هو معلق حياتنا كلها إن أنا أرجع أختلط بأهله تاني. يعني ممكن الاختلاط على الضيق كما يقولون، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما أنا عفيت كتير يا عم الشيخ. على كل، أنت عايشة في معيشة مستقلة ولا في نفس البيت؟ لا في نفس البيت، بس بعد الوضع اللي حصل يعني أنا في شقتي. يعني سددي وقاربي، إذا نزلت مرة في الأسبوع يعني، الزوج توصين الزوج بعدم الضغط عليك الشديد، في أن نوصيه بعدم الضغط الشديد عليك في هذا الباب، و يعني ليس بالواجب الاختلاط، لكن تعفي وتصفحي وتنزلي مرة في الأسبوع وخلصنا المشكلة لوجه الله، يعني احتسبيها لوجه الله. خلط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أذاهم، فما دام الأذى متحمل لوجه الله احتسبيه عند الله. طب ولو ما قدرتش ان انا اتحمل الأذى، ما هو انت في أذى تاني من الزوج، الزوج عندك مخه كده، مخه باللفظ العربي متربس، يا تنزل عند امي يا ما لكيش دخل بيها، يا اما انت تمشي. زوج يعني ظالم شوية في هذا الباب، ولا يحسن قيادة النساء بالتوصيف، لا أعرف اسمه. حبك الله يا أخي أسامة الأجاوي، ما زلت أكرر، من أي البلاد أنت يا أسامة؟ لعلة. بارك الله فيك يا سيد بالبعلي، ولك بمثل، حبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. وحياك وبارك فيك. فيكم بارك يا شيخنا الكريم. شيخنا لي سؤال، ويعني فضلا تكرما عايز إجابة شرعية من باب الشرع. الله المستعان. أنا شيخ، حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وأهلها جابوا يعني محامي علشان يعني نضمن للبنت حقها يعني الشرعي من النفقة يعني بتاعتها وبتاعت الأولاد والبيت والكلام ده يعني، والقائمة، قائمة المنقولات والكلام ده. وأنا يعني كنت في وقت المشكلة قلت ما عنديش مشكلة، لو ده يرضيها أنا ما عنديش مشكلة أعمل كده يعني عشان صالح الأولاد وكده، وفعلا مضيت على الورقة مكتوب فيها عقد اتفاق، فانا تمام مضغوط على الورقه دي على اساس ان ديت فيها نفقه للاولاد، انا ملزم بيها وان هي اخذت حقها بالنسبه يعني لامور البيت وكده. هو حصل طلاق؟ حصل طلاق؟ لا انا اللي قراته عقد اتفاق ان انا هدي كل شهر نفقه معينه للاولاد، يعني عن طلاق ولا يعني باقي معك الزوجه؟ كانت موجوده، ما كانش في طلاق، انا ما طلقتش. يعني في خلاف حصل وقالوا لك بنتنا مش هترجع لما تحدد لها مرتب شهري يكفيها ويكفي اولادها. ايوه. وانت وقعت على هذا؟ وانا وقعت على هذا. وبعد ذلك؟ بعدها بحوالي اسبوعين ثلاثه بحاول ان انا اصلح الامور، فالمحامي يعني بتواصل معاه بقول له يعني حاول نصلح، قال لي يا حبيبي انت اصلا كده كده طلقتها. قلت له لا انا ما طلقتهاش، انت قلت لي ارمي اليمين، وانا قلت لك لا.
قال لي لا، انت لو رجعت العقد بالظبط هتلاقي ان في كلمه في النص مكتوبه واتفق على ايقاع الطلاق بينهم. فعلا بعدها بعد ما روحت ببص في الورقه بفصصها بقى كلمه كلمه، لقيت فعلا مكتوب واتفق على ايقاع الطلاق بينهما. الطلاق واقع يا حبيبي. قلت للمحامي انا ما قراتش الكلام دوت، انا وقعت على ان في نفقه للاولاد وان في حقوق للزوجه لازم تاخدها يعني علشان تتراضى. قال لي والله انت كده بقى، انت كده قانونا مالكش حاجه عندنا. فهل الطلاق ده يا شيخ لو هي لا راحت واقع، الورقه دي لا واقع، واقع، انت موقع. الا اذا قلنا واقع انك ازاي يا شيخ؟ يعني، انا يعني انا مش هكذب، انا ما قراتش الكلمه دي، الكلمه دي في طب نص وده غلط منك ولا صح انك الورقه. ما قراتش؟ عفوا، يعني هل خطأ منك؟ هل انت اهبل مجنون تمضي على شيء ما تقرأوش؟ المحامي بيديني الورقه يا شيخ، قال لي يا الورقه دي حبيبي في شرعا، في شرعا، انت وقعت على شيء، قضاء نافذ، قضاء نافذ، وقعت على انني فلان الفلاني اتفقت على تطليق زوجتي، لا طلقت. يا شيخ، المحامي هو بيتهني يا شيخ، قال لي كده بالنبض، قال لي انت الورقه دي مكتوب فيها انك مبلغ معين انت ليك. لما لم تقرأها يا اخي؟ لماذا لم تقرأها؟ في وقت المشكله يا شيخ ما كانش يعني ما كنتش مركز طبعا. الطلاق واقع قضاء، بينك وبين الله شيء تاني، لكن قضاء واقع، طيب قضاء طلاق واقع، واقع لكن شرعا يا شيخ الطلقه دي طبعا. شرعا برضه، لو اهلي لو حكم بالشرع يحكم ان الطلاق واقع، يعني بيحكم على ورق. لا يا اخي انا متفق ان القضاء دلوقتي لو الورقه راحت له هيحكم بالطلاق، لكن انا بتكلم شرعا من ماليش ناحيه دخل الشرع، لان بيتك احنا انت يا اخي، البينة بالتوقيع اقوى من نيتي. نيتك وقع انني فلان طلقت زوجتي وما قرأتهاش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخنا؟ الحمد لله طيب. ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك، ربنا يبارك في حضرتك. يا رب وإياك. شيخنا صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه إلى النهاية، وكم صوت الأوبئة يحبس الله عنهم المطر في أواني. لا لا يصح هذا حديث، لا يصح. الناس يخرفون أوقات الأزمات، يقول لك في حديث مثلا، هم يقولون إن المطر ينزل في غير أوانه ومش عارف إيه، كل حاجة تحصل يقول لها أدلة باطلة. طيب بداية الحديث أصلا يعني هي صحيحة: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا ولا من ولا القرآن إلا رسمه. لا 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 يصح، لا يصح، الحديث غير صحيح أصلا. أيوة نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخي يوسف الحسيني، حفظك أينما كنت وإخوانك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. بقول لحضرتك يا شيخ، كان في شخص يعني متعالم يعني يقلل من شأن حضرتك يا شيخ. ولا 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 داعي أن تخبرني، لا داعي لأن تخبرني، جزاك الله خيرا. وأنا عندي أصل أصيل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله نعرف سفيها من السفهاء يتبنى هذا الكلام، وفاسقا من الفساق يتبنى هذا الكلام. فلو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الصخر مثقلا بدينار، لكن عدم ذكرهم أفضل. نعم يا شيخ. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلزم هذا، نعم. لا تضيع أوقاتك مع أناس مشغبين، وما من شخص، حتى الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ممكن يفتري عليك الكذب وأنت جالس في بيتك لا تعرف شيئا عن الموضوع. صحيح. وإذا كان الناس افتروا على الله، افترت النصارى على الله وكذبوا عليه وقالوا إن له ولد، واليهود كذبوا على الله قالوا يد الله مغلولة، ألم يحدث هذا؟ نعم حدث. وقالوا عن رسول الله ساحر مجنون. فلا يهمنك، كل واحد كده لازم تجد بعض الظلمة وبعض الفساق وبعض الحساد، أي واحد مش مصطفى فقط، أي واحد، أي بشر كده. ولكن أعرض عن الجاهلين، تسلم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. كل عام أضحي بخروفين، خروف للبيت وخروف للفقراء. كل عام تضحي بخروفين، خروف تهديه للفقراء وخروف للبيت، وبعد. تمام، هل هذا العام ممكن خروف للبيت وبات الثمن خروف الفقراء، أجيب لحمة أوزعها أفضل ولا لازم خروف؟ لا مش لازم خروف، بس الأجر يكون
اعظم اذا ضحيت بخروفين. يعني خروفين احسن من خروف وخروف ولحم. لانها اضحية، الاضحية عبادة، الاضحية عبادة من العبادات. يعني نسكم من الانساك تساب عليها. تمام. ان الرسول عليه السلام لما ذبح رجل قبل الصلاة قال شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء. ففي فرق بين الذبيحة اللي تذبح كأضحية وبين الذبيحة التي تذبح للطعام والشراب. أنت مأجور على الإطعام. لكن ليس كأجر الأضحية. الأضحية تمام، يعني خروفين أفضل. أو سبع بقرة ممكن بدل الخروف. أو سبع بقرة بدل الخروف، يعني خروف وسبع بقرة. أضحية أيضا. أضحية أيضا تمام، ويبقى كده فيها لحمة أكثر من الخروف. إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ وطال عمرك. وسبعين بقرة يجوز أيضا. سبعين. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. بارك الله فيك يا محمد الرفاعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. اتفضل. ربنا يبارك في عمر حضرتك. وإياكم. اتفضل. أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال شيخنا. شخص أحرم من ميقات غير ميقاته. ميقات غير ميقاته. يعني هو مثلا من أهل مصر وأحرم في ميقات غير ميقات أهل مصر. ما الحكم؟ يعني مر عليه ولا إيه بالضبط؟ مر عليه فهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فأنا مصري مررت بميقات ذي الحليفة، هو ليس ميقات لأهل مصر إنما ميقات لأهل المدينة، وهل من ذي الحليفة. نعم. مع السلامة. ما الحكم؟ ما الحكم؟ يعني هو أحرم. لا بأس خلاص، ما في مشكلة. يعني ماذا عليه يعني؟ ولا عليه أي شيء. ما علي ما ليس عليه دم مثلا؟ مش هو أحرم من ميقات يا أخي، من أحد المواقيت. ميقات التنعيم، مسجد التنعيم. لا، التنعيم مش ميقات. التنعيم ليس ميقاتا. وأحرم، طب هو حاليا أحرم من مسجد التنعيم فعليه شيء؟ وضح صورة عمله بالضبط. خدمات حجاج أو شغلة مش عارف. لا لا وضح أنت، ما أنت فاهم. خليه يسأل السؤال ويوضح، قد يكون له عذر. تمام تمام. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا فضيلة الإمام؟ الحمد لله طيب. إني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا مقطع جوز أختي عن الكلام. نعم. زوجي أختي. ماله زوجي أختك؟ ما بكلموش بسبب إن هو بيزني والعياذ بالله. كده لا نسمح لك أن تقذف أحدا بهذه الطريقة ويعرفك الكثير. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لو يعلم عقوبة القاذف يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. السلام عليكم. نعم. ليش مصطفى؟ طيب والحمد لله. حضرتك تنفع الأضحية لو معزة أنا عمرها 6 شهور؟ معزة عمرها لا ما تنفعش. بعد 6 شهور لو هم يعني أضحي بمعزتين عمرهم 6 شهور معزتين. لا هات واحدة كبيرة لا تذبحوا إلا مسنة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. مسنة في المعز سنة فصاعدا. المعز سهلة في السعادة. ايوه ماشي شيخ مصطفى، جزاك الله خيرا. اذبحها ولن تجزى عن احد بعدك في الجزع من العنز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سهلة في السعادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز اسألك شيخ، هو دلوقتي انا في الكلية عندي في مجموعات على الواتس بتاعت الدفعة بتبقى مختلطة اولاد وبنات وكده، بيبعتوا فيها حاجات مهمة بس احيانا بيبقى فيه هزار بين الولاد والبنات وكده. ما تهزرش انت مع البنات. بس يعني انا موجود في المجموعات دي عادي يعني. مش في فايدة مثلا اقول لك ايه الامتحان يوم كذا، المعيد كذا يعمل محاضرة مراجعة يوم كذا، ايش استفاد؟ استفيد منها وانصح لله، اكتب نصيحة. البنات كنا محترمات، كنا مؤدبات. انصح انصح، ادخل على المجموعة وانصح. محدش هيسمع النصيحة. انت عليك تبلغ. ما تعرف من اللي يسمع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام، بس إن أنا أكون في المجموعات دي ما عليش ذنب أو حاجة. أنا قلت لك يا حبيبي أنت بتفهم ولا لا؟ قلت لك ادخل وانصح. تمام.
من رأى منكم منكرا أكمل الحديث. فلغيره إيه؟ أكمل. أي أكمل الحديث. إزاي تكون طالب في الجامعة ومش حافظ الحديث؟ حديث رسول الله فلغيره، وأنت جالس تجلس استراكشر و وجرامر. بيدي أكمل حديث رسول الله بيده، فين لم يستطع؟ باللسان. فين لم يستطع؟ فبالقلب. نفذ نفذ. الله يحفظك. سامعك. هاي بيكون طالب في جامعة ومش عارف حديث بدهي عند المسلمين. السلام عليكم. هاي بيكون طالب في جامعة ومش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الفاضل، بعد إذن حضرتك سؤال بس. سل بقول لحضرتك، أنا عمتي حجت من 19 سنة، ذهبت قبل الحج بحوالي 4 شهور تقريبا، عملت أكتر من عمرة وظلت بمكة لحد الحج. طيب في هذا الوقت سألوا بعض المشايخ بالحرم، قالوا لهم ليس عليكم هدي لأنكم تعتبروا من ساكن مكة، فهل الحج صحيح وهل عليها؟ صحيح صحيح، لأن جلست في مكة من قبل أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فدخلت قبلها واعتمرت عمرات. فمن العلماء من ينزلها منزلة حاضري المسجد الحرام، والتمتع إنما يكون لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم خلاص. طب حضرتك ليس عليها وزر يعني خلاص، قلت لك الحج صحيح ليس هناك لا. وزر. تمام. لأن بعض خليني بقى، لأن بعض ومش بعض، السؤال فهم الجواب. تمام. ألف سلام عليك. ألف شكر. الله يسلمك. السلام عليكم. فهم الجواب. تمام. ألف سلام عليك. ألو. السلام عليكم، خير لك من ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. أنا عندي بس سؤال، هو عشان أطرحه محتاج أقول مقدمة كده بس. اتفضل. دلوقتي أنا طالب جامعة في المستوى الثاني، يعني أنا المستوى الثاني وعندي دفعة أصغر مني في المستوى الأول وهكذا. فأنا وزملائي جات لنا فكرة نساعد بيها الدفعة الأصغر مننا. حسن. وهي كالآتي، إن إحنا إن شاء الله في نهاية العام لما تيجي فترة الامتحانات، إحنا بيكون معانا الامتحان بيكون ورقي، الاختبار مثلا 50 سؤال. تمام. فاتفقنا ان كل واحد مننا له سؤال يحفظه، يعني انا مثلا احفظ السؤال الاول وفلان السؤال الثاني وفلان السؤال الثالث وهكذا، وبعد الامتحان نكتب هذه الاسئله في مكان، ثم بعد عام من هذا الوقت نرسل هذه الاسئله للدفعه الاصغر منا، لكي يعني عشان يعرفوا يعرفوا يعني مستوى الاسئله ويتمرن يعني على مستوى الامتحان. طيب. فأنا عايز أعرف هل ده في حرمانية؟ حرمانية ليه؟ بس أنت بتتعامل مع بنات ولا بنين؟ لا عادي مع بنات، بس مع بنات وبنين بس الموضوع مش في اختلاط أصلا، يعني إحنا مش بنتكلم غير في الفكرة. لا ما أنا بسألك سؤال، إذا لم تكن هناك مفاسد وراء هذا العمل فهذا عمل طيب، مساعدة الناس على البر والتقوى وعلى تعلم النافع شيء طيب. لكن إذا كنت تتخذها وسيلة للاتصال بالبنات وفعل المحرم لا يجوز. لا شيخ مصطفى، ما فيش إن شاء الله أي حاجة من دي. هو الإشكال أصلا يعني موضع الشبهة. أيوة. هما بيقولوا أنت كده يعني كأنك صورت الامتحان وبتبعته للدفعة الأصغر منك. لا 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 لا، كلام غلط. إحنا دلوقتي كل الطلبة، ما أنت بتشتري كتاب الأضواء اللي فيه امتحانات 10 سنين فاتت. صح كده ولا أنا غلطان؟ مظبوط. يعني اي طالب يعني اي طالب يشتري الامتحانات السابقه ويدخل على النت يطلع امتحانات من 20 سنه. ما فيش مشكله ابدا في كده. ماشي يا شيخ مصطفى، انتبه لنفسك، احرص على نفسك. ماشي ابو عبد السلام، بارك الله فيك وجزاك الله خير يا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سؤالين يا شيخ. سل. ما رايك في حفظ المتون، في حفظ متون العقيده والاصول والفقه اللغه؟ انصحك ان تبدا بحفظ القران الكريم وحفظ سنه النبي الامين قبل اي شيء، وبعد ذلك الذي تستطيع ان تحفظه ينفعك احفظه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس ركز على القران والسنه اولا.
بارك الله فيك يا سيد البعدي. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك يا اخي لا تتمارد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. ها الله مجبوره يا رب، ارفع صوتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. سيد عليك الصلاة والبركاته. عندي انا عندي تذكرة يمين. يا ترفع صوتك سنغلق. ارفع صوتك. اقول عندي تصرف يمين. يا حبيبي اما انت ترفع صوتك او سأغلق مرة ثالثة، ما عندنا مزيد عن كذا. عندي تصرف يمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مولانا. قول حضرتك، هل انتهاء دولة إسرائيل مرتبط بقيام الساعة؟ يعني إن انتهت دولة إسرائيل تقوم الساعة أم ماذا؟ ما فيش دولة في الشرع اسمها دولة إسرائيل. هي مقيمة، الدولة محتلة. أيوة، مش اسمها إسرائيل حتى. العربية فلسطين. نحن لا نسميها إسرائيل، لأن إسرائيل نبي صالح كريم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن ذريته داود وسليمان الآيات، ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا، إسرائيل نبي الله يعقوب عليه السلام، فبنسميها الدولة اليهودية. هل هناك أدلة في الكتاب العزيز على أن هناك دولة يهودية ستكون وبزوالها تقوم الساعة أو هو بين أشراط الساعة؟ ما عندنا في هذا الصدد لا أعلم إلا شيئا، وهو قول الله تعالى في مطالع سورة الإسراء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا الذي في الباب. في الباب في نصوص أخرى، وهي محاربة خروج الدجال وأتباع الدجال أغلبهم من اليهود، والدجال يقتل عند باب لد على يد المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم. بعد تخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج لهم يهود ولا نصارى ولا مسلمين ولا يعرفون دينا. يأجوج ومأجوج هؤلاء هم الذين بين يدي الساعة، لأن بعدها تحصل الساعة أو مقدمات الساعة. تمام. يعني ليس مرتبط بانتهائها ان احنا قيام الساعة، يعني ممكن الدولة دي ان احنا مثلا لو هذه الدولة اليهودية عابرة في تاريخ الإسلام، يعني عابرة ليس لهم، يعني ما في ثم رددنا لكم الكرة عليهم إلا قوله إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا. فإذا عادوا للظلم والفساد أبشر فإن هذا بداية الزوال. يعني إن زالت فان شاء الله يعني احنا في استطاعتنا ان دولة اسرائيل بدعائنا حتى يعني اضعف الايمان فبقلبنا ان شاء الله. حبيبي يا حبيبي صلى على رسول الله. ابذل ما في وسعك لنصرة دينك واترك الامر لله. شكرا. سلام الله يكرمك. شايف النساء المصريات والعالم متبرجات ويأكلون الربا وكتاب الله منحى، اعملوا بالقرآن والسنة ولا تتمنوا على الله الاماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله حالي طيب. والله يا شيخ احنا بنحبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. والله انا عندي كم سؤال صغير كده يا شيخ. بس صغير مش صغير، بيقولون تصغير لا يصغر. صغير صغير. تفضل تفضل يا شيخ. صحة حديث اللي هو ما من عبد مسلم الا وله ذنب يعتاده الفين تبعد الفين. سنده ضعيف. سنده ضعيف. نعم. طيب يا شيخ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. والله لو لم تذنبوا. صحيح. لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا في باب عدم التقنيط من رحمه الله. ما هو لا تقنط من رحمة الله، يعني ليس معناه إباحة الذنوب. ما انا عارف والله يا شيخ. طيب سؤال واحد، يعني الاحاديث دي يعني لما يعني انت بشر هتقع في اي معصية رغم انفك احيانا،
مكتوب والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر صفحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم ولكن ساعة وساعة. والحديث الآخر كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محل العين تزني وزناها النظر. الحديث خلق الإنسان ضعيفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الحمد لله طيب. عندي سؤال يا شيخ معلش. حضرتك السيد البالي عبد الرحمن وقت أسئلة تانية يا عبد الرحمن بارك الله فيك تفضل. حضرتك الشيخ معلش أنا عندي سؤال طويل بس. طويل إذا لا يصلح هنا أجله للخاص. لا لا يعني هو في تفصيل بس. ما لو في نفع اذكره. ما في نفع سؤال شخصي خليه على الخاص. في نفع ان شاء الله في نفع. سل سل حضرتك انا عندي جدتي لابي يعني الله يحفظها هي امرأة قعيدة يعني بلغت من العمر يعني عندها 90 سنة كده 90 سنة وتجلس وحيدة يعني ما حدش بيرعاها غيري يعني انا بس انا بروح لها يمكن مرة او مرتين في اليوم على قدر استطاعتي يعني هانك الله ومعايا والدي مسافر بيشتغل يعني في محافظة أخرى لفترة كبيرة ومعايا لي عمة برضو اللي هي بنتها برضو يعني تكاد إن هي مش بتروح لها يعني ها فهي يعني مش بتشوف يعني وأنا بسافر أحيانا يعني بحكم دراستي وبحكم الشغل مثلا وبتركها وحيدة يعني ف حضرتك يعني هل والدي عليه اسم طيب هو مش قاعد ابحثوا لها عن خادمة ابوك يتحمل شوية وقتوا لها خادمة ابويا مش موجود اصلا يا مولانا يدفع فلوس ويجيب خادمة تخدم امه ما هو حوار الخادمة ده عندنا في الارياف يعني يعني تضيعها يعني ولا ايه عشان عندكم في الارياف عادات سيئة واحدة ستضيع نأتي لها بخادمة او بنتها تأتي تخدمها بنتها متعذر عليها المجيء وابنها في بلد تانية كيف تتركون العجوز تضيع هي بنتها شيخ عندها بنات متزوجات وعندها معها اولاد برضو لكن محدش بيفكر فيها نهائيا ولا حتى طب اسم الله يا اخي ما الحل من وجهة نظرك انا حضرتك يعني انا مش عارف طب هم هل مثلا انا لو قصرت يعني مثلا احيانا علي يا حبيبي اسمع كلامي انا بقول لك كنصيحة استأجروا خادمة تخدم جدتكم ما دمتم أشحة بخدمتها أو ما عندك وقت لخدمتها تمام الله يوفق بناتنا وأبنائنا في الامتحانات يا رب وأبناء المسلمين وبنات المسلمين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا مصطفى الحمد لله بخير الحمد لله يا رب يبارك فيك يا رب كان في سؤالين لو سمحت سل السؤال الأول هل تلبس الجن للإنس واقع؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إن الشيطان يزي من آدم مجرى الدم اخرج يا عدو الله من عبد الله نعم نعم السؤال الثاني سريعا الشخص اللي فاتته صلاة ودخل المسجد وهم يصلون في الصلاة بعدها يصلي معهم صلاتهم ويقضي بعدها ما فاته وهو مستثنى من الترتيب الآن للعلة يسكت عن الترتيب؟ نعم في هذه الحال نعم جزاك الله خير ومعرفة وياكم على السلامة جزاك الله خير يا إبراهيم بن مصطفى بن دربالة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ من حضرتك يا شيخ بس افتقى أنا الله يبارك سلي الوقت واحدة بتعمل الغلط وهي متجوزة ماشية مع واحد وعايزة تتجوز واخوها رافض الموضوع ورافض ان هو يمشي معاها في الغلط ده وهي راحت واتخانقوا مع بعض وقال لها قالت له انت من طريق وانا من طريق انت مالكش دعوه بيا انا هعمل اللي انا عايزاه وهفضل كده ومش هتغير طب وزوجها اللي معها ما موقفه ما يعرفش حاجه ايه. احنا مش معرفينه حاجه وهو اصلا هي متجوزه عرفي وبتاخد المعيش وهتتجوز برضو التاني عرفي وهتاخد برضو المعيش هتتجوز اثنين ثلاثه نعم هتتجوز كده سنين ثلاثة متزوجة عرفي بدون عقد عند مأذون وبتاخد المعاش الأول وهتتجوز عرفي تاني وتاخد المعاش أيوة عشان تاخد معاش والدها برضه مش والدها حي يا بنتي يعني. نعم مش تدخل أبوها على قيد الحياة ملهاش حد غير أخ واحد اللي هي بتتخانق معاه ده آه وهو دلوقتي حرام لو سابها عشان هو مش عايز يمشي معاها في الغلط اللي هي ماشيه فيه والحاجات اللي هي بتعملها دي ولا لازم يصبر رحمها وهي اكبر منه للعلم هي اكبر منه هو اللي مزوجها للولد الاول ولا ايه؟
لا هي اللي مختارة دي، عندها 38 سنة وبقالها 15. لا يعني اتزوجت بدون ولي. تاني مرة دي بدون ولي. وأول مرة؟ لا أول مرة خالص كان بولي. هو التاني طلق ولا مات ولا إيه؟ ما هي أول مرة جوزها دي طلقها، بعدين رجعت له تاني عشان العرفي بقى يا شيخ، كانت الأول متجوزة إشهار عادي، فاتطلقت واتجوزته عرفي عشان تاخد المعاش. معاش أبوها. معاش أبوها وعايزة هي دلوقتي هي بقى متعرفة على واحد وفي كلام بقى وحاجات يعني ربنا يصلح حالها، فهي عايزة تتطلق من اللي هو متجوزاه ده اللي هو أبو عيالها اللي معاها منه عيال وتتجوز. بس هي رجعت لأبو عيالها دي، صبرا، رجعت لأبو عيالها في العدة ولا بعد العدة ولا بولي ولا بدون ولي؟ بعد العدة وبدون ولي. بعد العدة، أنا أقول باطل. باطل. فأنت تقولوا لي يا أخي دي مش زوجتك، شرعا مش زوجتك، لأن لا نكاح إلا بولي وأنت لم تتزوج بولي فهي ليست زوجتك، وانتبه ستتزوج رجلا آخر. خلينا نخلص من المسألة. نقول لجوزها يعني. قولوا كده الم... بس ما تقولوش بتزني ولا ما بتزنيش لأن ما نعرفش حاجة. قول يا اخي الان هل هي بتزني ولا لا؟ انا بقول هي بتكلمه في التليفون. انت لا تقولي له حتى الكلام ده، قول له الان وضع زوج وضع التي تسمى زوجتك شرعا ليست بزوجتك لانك مطلقها رسمي وتزوجتها بدون ولي فليست زوجتك، وهي ستتزوج تفكر في الزواج باخر، بس كده عشان ينتبه لنفسه. لكن هو لو سابها وما مشيش في اللي هي ماشيه فيه فضلت مركبه دماغها عادي. هو ما هو الان اخوها مقرر الزواج الاول ولا رفضه؟ هو رافض الزواج، رافض ان هو اصلا يمشي معاه في الموضوع الأول ده. الاول هو راضي. ما هو احنا معترضين يا شيخ على الجواز الثاني ده، احنا عايزينها مع جوزها ده وعيالها، احنا مش عايزينها. طب ليه ما زوجهاش اخوها للزوج الاول بولي؟ هو عشان اصغر منها وقعدت تقول له انت ما تحكمش عليا، انا امشي بدماغي، انا اعمل اللي انا عايزاه. خلاص يا اختي، ما دام كده يعني اعتذر لك عن الجواب اللي تشوفوه اعملوه، بس لا تتكلم. هو لو قاطعها حرام، بس هو ده اللي انا عايز اساله حضرتك. بس انا ما يسمحش لديني ان انا اقول الان انتوا في الصوره العامه انها متزوجه واحد. في الصوره العامه انها متزوجه واحد. هو مالوش دعوه بيها وخلاص، هي في حالها. السلام عليكم. تعبت يا اختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي رافضة الجميع ورافضة تدخلهم، خلاص اتفضل يا أخي. كان عندي سؤالين بس يا مولانا. سأل يا الحبيب. أول سؤال، كيف حال الشيخ أبو ساك الحميد؟ نرجو الله أن يكون بخير. السؤال الثاني يا سيدنا، هل عالم أحمد بن حنبل رحمه الله بما كتبه ابنه عبد الله عن ولا قطعوا من عندي؟ لا مش عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هل يجب على المسلم ان يختم القران كل شهر؟ يستحب له ذلك بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. بارك الله فيك يا ودي ويكر، مش عارف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لو سمحت شيخ، عاوز نصيحتك في سؤالين كده. سل. شيخ، أنا أصحابي وأهلي زعلانين مني إني ما بحضرش الأفراح بتاعتهم لأن بيكون فيها اختلاط وأغاني وكده. وأهلي برضو يعني أنا شاب وعلى مرحلة الزواج وكده. وعاوزين الفرح يكون كده، فايه نصيحتك؟ فرحك انت ولا فرحهم هم؟ افرحهم هم وفرحي انا برضه. لا تشارك في باطل لا معهم ولا لك. تمام يا شيخنا، دعوتك بس اللي عايزين نحفظ القران ان شاء الله. الله يوفقنا واياكم لحفظ الكتاب والعمل به. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ طيب والله الحمد. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. وفيك يا رب. في كذا سؤال كده يا شيخ، بس كلهم في نفس المجموعة يعني. بالنسبة للصلاة في المسجد أو صلاة الجماعة يعني، ما المقصود بيها؟ يعني هل لو أنا معايا اثنين ثلاثة زمايلي وفي مكان ممكن ما ننزلش نصلي في المسجد ونقيم مع بعض جماعة؟ أيهما أفضل من وجهة نظرك أنت؟ المسجد طبعا. الحمد لله وانا معك على هذا.
بس انا بتكلم عن الاجازه يا شيخ. هل اجازه الصلاه صحيحه لكن اجرك اقل لا شك ولا ريب. لا تعتبر صلاه جماعه يعني؟ هي جماعه لكن الجماعات تتفاوت في الاجور. تمام. هل هناك عله دعتك الى ذلك او لم تكن هناك عله؟ تمام. طيب الحاجه الثانيه، ما معنى 27 درجه؟ يعني ايه المقصود بيها؟ 27 درجة يعني 27 درجة. واحد نجح جاب درجة والثاني نجح جاب 27 درجة، يعني درجات رقية. يعني تعادل مثلا 27 سنة. انظر كيف فضل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكل شيء يوضع في الميزان. إذا كانت صلاة الفرض تعادل مثلا قدر معين من الميزان، 27 اضرب 27 تكون صلاة الجماعة. تمام. طيب آخر حاجة يا شيخ. بالنسبة ل كلمة بالنسبة دي أصبحت ركيكة، عفوا. كلمة بالنسبة والبتاع والزيك والحاجات المصرية الركيكة دي ابعدوا عنها. بالنسبة تفضل. حاضر هل انا ممكن اخش او اقسم لمجرد ان انا سمحت لشخص اقل مني في القراءه او التجويد ان هو يخش يئن بالناس؟ لا لا تقسم، لكن الافضل يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. شكرا يا شيخنا، الله يكرمك. مش عارف يا اخوه، بعض الخرافات بدأت تنتشر. واحد قل أعمى الله بصيرته، يقول من صافحني دخل الجنة. هذا يعني أي ضلال بعد هذا؟ قل من صافحني دخل الجنة. فتوى الشيخ كبير في مصر يقول إن طلاق الخلع الذي يفعله القاضي لا يقع. لماذا لا يقع يا شيخ كبير؟ لماذا طلاق خلع القاضي لا يقع؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس فطلق زوجته لما جاءت تختلع. طيب هب أنه رفض، ماذا نصنع؟ نجعل لو ابنتك كل يوم زوجها يضربها قدمت طلب خلع وخلعها القاضي، كيف تقول لا يقع؟ أليس القاضي يقوم مقام رسول الله، مقام الحاكم في القضاء؟ القاضي يقوم مقام الحاكم في القضاء. فالقاضي طلق خلاص. مش عارف كيف يفهمون الناس بهذه الطريقة، أشياء غريبة والله يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. اتفضل، الله يبارك فيك. الله يحسن إليك. سامحني معلش، أنا كنت بكلم حضرتك امبارح والخط قطع. البارحة. المصريون يقولون امبارح، امبارح يا جماعة، ما في حاجة اسمها امبارح. اللام قلبتموها ميم لماذا؟ دي لغة بعض أهل اليمن. امبيت. ليس من امبر من صيام في مصفر. ليس كلام رسول. قلبت الباء اللام ميم. يقول لك ام كتاب امبارح البارحه. حاضر. كلمت حضرتك البارحه يا شيخنا بخصوص موضوع تحويل الفلوس من بلد لبلد. يا شيخ حسن. الشيخ وائل ولا من؟ ايوه انا وائل يا شيخ. يا مرحبا يا شيخ وائل. ابو عبد الرحمن. الله يبارك يا شيخنا، يبارك في عمرك. اتفضل. في الدنيا واخره يا شيخ. وياك يا ابو عبد الرحمن. المساله يا شيخنا بعد اذن حضرتك دلوقتي، مثلا في واحد عايز، انا عايز احول مبلغ مصر، والمبلغ ده مثلا ممكن يكون محتاجه الوقت حالا او ضروري او لاي سبب ما. ايوه. ففي شخص هنا مثلا اعرفه بديله مثلا، اقول له مثلا دول 1000 ريال هتوصلهم في مصر 10000 جنيه. طيب. فبيقول لي ماشي، بياخد مني ال 1000 ريال وبيوصلني مثلا هناك المبلغ 10000 جنيه، بس مش شرط بيكون التقابض في الوقت نفسه. نعم. فهل الامر ده جائز؟ ده حاجه. حتى تسلم لك المعامله في اتجاهان لسلامة المعاملة. الاتجاه الأول أن يكون التقابض في الحال، يعني هتسلمه 1000 ريال عندك في الدولة ووكيله يستلم نفس القيمة في مصر، يستلم اللي اتفقتم عليه في مصر في نفس التوقيت بالعملة المصرية، بالعملة في نفس التوقيت، يكون بيع يدا بمثابة اليد باليد. عجزتم عن هذا لفارق الزمن، تجعله وكيلا عنك، تقول له هذه الألف ريال غيرها لي وأرسلها لي، أو أرسلها لي لمصر وغيرها، ولك عمولة على هذه المعاملة 100 جنيه مثلا أو كما تتفقان. فنحن بين أمرين،
إما أن يكون التقابض في الحال بين الشخص الذي في دولة وبين الذي في الدولة الأخرى، أو يكون وكيل عني أعطيه أجر الوكالة. وكالة في شيئين، في الإرسال وفي التحويل. كما نوكل البنك مثلا، شخص في دولة أخرى يريد يرسل 1000 دولار لمصر، بيوكل البنك في تغيير العملة التي هي ريال إلى دولار، وبعدها يرسلها الدولار لمصر، فيكون البنك وكيل ويأخذ عمولته. والله أعلم. الكلام مفهوم يا صالح؟ ماشي يا صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ طيب والله الحمد. ربنا يديك الصحة والعافية. لو سمحت يا عم الشيخ، ربنا يديك الصحة أحسن، ولا الله يعطيك العافية أحسن؟ الله يعطيك الصحة والعافية يا عم الشيخ. وإياكم جماعة. الله يبارك. تفضل. ربنا وادعي لزوجتي عشان المرة اللي فاتت قلت لك ادعي لي وأولادي وهي زعلت. الله يبارك فيك وفي زوجتك ويصلحك لها ويصلحها لك وفي ذريتك والسامعين والسامعات جميعا يا رب. امين يا رب ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. وياك. تفضل. لو سمحت يا شيخ، في صحه حديث اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. حديث صحيح، لكن معناه اذا اقيمت الصلاه فلا شروع في صلاه جديده الا في المكتوبه. اما اذا كنت تصلي واقيمت الصلاه فربي يقول ولا تبطلوا اعمالكم، فيرى الجمهور انك تتم متجوزا. ربنا يعطيك الصحة والعافية. وإياك يا حبيبي. الله يسلم، بارك الله فيك يا أم زهرة. السلام عليكم في ذريتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. نحن نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك يا شيخ ويكرمك يا رب. وإياك. نفع الله بك المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وإياك يا المسلمين وإياك والسلمين والسلمات. كان لي عندي سؤال بس يا شيخ معك. سأل يا الحبيب. السؤال هنا، معلش يعني سمعت يعني فتوى كده من شيخ كان يقول ايه، يعني يكفر من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا. هذا كلام بعض الحنابلة المعاصرين ومخالف لكلام الجماهير، فإن الجمهور من العلماء يقولون إن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، وأن أطلق عليه كفر فهو كفر عمل لا كفر اعتقاد، أما إذا جحد فنعم يكفر. هذا رأي الجماهير خلافا لبعض الحنابلة المعاصرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن ولم يحسن وضوءهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة فليس بكافر، ولأن النبي قال، قال الله تعالى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، وحملوا الأحاديث الوردة في الكفر على الكفر دون كفر، كفر العمل، كفر العمل. إلا أن الحنابلة المعاصرون يدعون إجماعا وليست دعواهم بصحيحة، دعوى الإجماع ليست بصحيحة، فجماهير العلماء على أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بالجحود. وقال ابن قدامة الحنبلي وما زال المسلمون يصلون على تارك الصلاة ويدفنونه في مقابرهم، وكذلك ما زالوا يرثونه ويورثونه، والله أعلم. لا نقول إن تارك الصلاة على خير، بل هو مرتكب كبيرة ومجرم، لكن كونه يخرج من دين الإسلام فهذا لا يخرج، لا يتم إلا بجحوده للصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، ممكن أسأل حضرتك يعني سؤال خاص لو حضرتك عندك وقت يعني بعد الدرس إن شاء الله؟ ممكن يعني أتصل على رقم خاص بإذن الله. شكرا. الله يسلمك. مرحبا يا ابراهيم ابن عبد الرحمن، جزاك الله خيرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله يا رب دايما. كنت عاوز اسال حضرتك حاجه. اتفضل. كنت داخل من فتره في مشروع اللي هو اسمه البيتكوين. نعم.
متاخد في فتره من فتره زمان يعني. ايوه في المعامله في بيتكوين محرمه. ها بس ما محرمه ما كنتش اعرف وسالت كذا حد، كان حد حلل لي وحد قال لي لا. المهم يعني مش هو ده السؤال، السؤال ان انا دخلت وفي ناس تبعي قرايبي دخلوا معايا اتنين يعني. ها فالمهم المشروع خسر والحوار ده، هم اللي قالوا لي عاوزين ندخل معاك خطر وكده، فهل علي ان انا ارد الفلوس اللي هم دفعوا؟ لا خلاص، انت هم طلبوا منك ان يدخلوا معك في الغلط، دخلوا في الغلط وراح المال كله، ليس عليك اثم. طب انا علي اثم ان انا دخلت في الغلط ده؟ انا كنت استغفر الله اذا كنت جاهلا، عفى الله ما سلف. وانا سالت يا مولانا عشان بس اكون صادق مع حضرتك، سالت بس قالوا لي شويه قال لي لا حرام وشويه قال لي لا حلال وبالاحرام. خلاص اذا تبت تاب الله عليك، على اي حال التوبه مفتوحه، بابها مفتوح. تمام شكرا. الله يسلمك. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ورب العزة يقول من يعمل سوءا ان يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بارك الله فيك يا لبنى بنت عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ولا حضرتك يا شيخ مصطفى؟ السؤال معلش. سأل. والدي يا شيخ مصطفى حلف طلاق يعني هو في حالة تعصب. ماذا قال؟ قال حلف بالطلاق ان لا يدخل منزله حاليا سرخان. ماذا قال باللفظ؟ قال علي بالطلاق بالثلاثة، علي بالطلاق مش داخل البيت ده ثاني. اي عليه الطلاق بالثلاثة ما داخل البيت ده ثاني. تمام. وكان في حالة غضب الشيخ، وكان في حالة غضب عشان كان يعني حالة غضب فما حلف، حلف وخلاص بس هو ناسي الحلفان. ايه؟ هو ناسي الحلفان. ناسي. بس ان احنا متذكرين الحلفان يعني احنا عارفين الحلفان. يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، لأن جرت عادة المصريين على أنهم لا يريدون بهذا طلاقا. شيخ مصطفى. نعم. قلت حضرتك يا فندم؟ نعم. ماذا يفعل والدي يا شيخ مصطفى؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. كم كفارة يمين كم؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. 30. ها؟ 30 وجبة يا شيخ مصطفى. 10 مساكين. 10 مساكين. طب معلش يا شيخ مصطفى ممكن ألقى القرآن مع حضرتك طيب؟ ترتل القرآن ليه؟ أشتغل في المآتم ولا إيه بالضبط؟ لا ترتيل يا شيخ مصطفى. ترتيل يا شيخ مصطفى يعني تعمل لنفسك سوره من اجل ترتل في المآتم؟ لا ولا لا 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 خالص. طيب رتل القرآن ترتيلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي. ارفع صوتك شوية. ارفع صوتك. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حسبك حسبك، صوتك طيب لكنه ضعيف فلن تصلح في المآتم. صوتك طيب وتجويدك طيب وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، هو هل يجوز ختان الذكور أول يوم ولاده ده جائز شرعا يعني؟ يجوز ما اذا كان يتحمل، ما يتحمل اتركوه شوي حتى يستريح. كده اصاب السنه ولا لا؟ لا ما في سنه في هذا الباب. ما في سنه محدده متى يختن الطفل، ما عندنا فيه سنه ثابته. طيب
تمام ماشي، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اسال حضرتك عن صحه حديث يوم امراه سالت زوجها طلاقا حرم عليها رائحه الجنه؟ لا يصح. تمام جزاك الله خيرا. وياك، بس لا تطلبي الطلاق، يكره اصلحها، اصلحها احسن. تمام جزاك. الصلح خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب. نعم. معلش أنا عندي سؤال. أنا عندي والدتي وأختي، تمام؟ أختي مريضة كلى. وعندها بنتين، تمام؟ بنت من زوج وطلقت يعني، وتزوجت من اخ تاني، وعندها بنت منه. بنتك ايه؟ اعد السؤال. إيه؟ اختي عندها بنتين. الله يبارك. بنت من زوج وطلقت وجابت بنت من زوج تاني. ايوه تمام. وهي مريضة كلى، تمام؟ ماشي. تمام. هي تمتلك شقة أخذتها من المحافظة، والدتي اللي دفع لها فلوسها كاملة. طيب بعد. وعندها ميراث من والدي، جزء من بيت عيلة يعني. يعني أمك كتبت الشقة لأختك؟ بس لأختي. كتبتها لك. فهي كانت عايزه مني ووالدتي، هي اللي دفع فلوس الشقه اللي هي طلعت لها من المحافظه. والدتي عايزه تتنازل للبنت اللي هي ايه؟ الحفيده. الزوج الاولاني. الحفيده. على اساس ان هي باسم الشقه، باسم اختي، لكن والدتي اللي دفع الفلوس كامله. ايوه. فوالدتي عايزه اللي هي ايه تتنازل عن الشقه لحفيدتها، عشان هي ملهاش حد، هي خايفه عليها يعني. طيب كم عمرها البنت؟ 12 سنه. طيب. وقطعه الارض اللي احنا وارثينها عايزه تتنازل للبنتين عنها. هي يعني السؤال، هل كده هي حجبت الميراث عن زوجها وكده؟ علما بان ان زوجها في حاله مرض اختي ما بيصرفش في مرضها، فهم عشان كده خايفين منه يعني. صبرا يا حبيبي، صبرا بس. زوج مين يا اخي؟ زوج اختك ولا زوج امك؟ زوج اختي. ما هي اختي عايزه تتنازل للبنتين عن قطعه الارض. الاول في سؤال بس، الاولانيه. اصبر يا حبيبي، ما تلخبطليش الدنيا في بعضها. الان أمك اشترت شقة لأختك. أيوة. وتريد أن تهب الشقة لبنت أختك الحفيدة. بالضبط كده. طيب وأنتم يا أبناء المباشرين، عندها تركة أخرى تعطيكم ولا لا؟ لازم نسأل. يعني إذا كانت الأم ستهب كل ما تملكه الحفيدة، ظلمت سائر الأبناء. ظلمت سائر الأبناء. وضح السؤال أو كلمنا على الهاتف الخاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مولاي. في شيخ من المشايخ اتسأل، ان واحد سأله يعني من الشباب، انا ما بعرفش استيقظ لصلاة الفجر. فقال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء له قوم فقالوا له نحن لا نستطيع ان نقوم لصلاة الفجر، لاننا يعني بننام بالليل، بنشتغل يعني وبننام بالليل. فقال له ان جاء الناس دولت، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اينما استيقظت فصل. هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح. شكرا. هذا السياق وهذه التركيبه لا يصح. حسيم استيقظت فصل. يا سلام كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين يا مولانا. سل يا حبيبي. اولا، حديث من تشبه بقوم حشر معهم لا يثبت. لا يثبت. اينا السؤال الثاني يا شيخنا، في حضرتك عرفت بالصوفي اللي خارج يقول من صفحنا دخل الجنه؟ واحد مش عارف، المفروض يعرض على مستشفى المجانين ده يتعالج يا جماعه. هو شيخنا بيستدل في حديث من صفحنا دخل. يا عم يستدل، ما هو ابليس بيستدل. ابليس استدل، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. مش كده ابليس استدل بكده
استدلال باطل وقاس قياسا باطلا. يعني الحديث صحيح؟ لا مش صحيح. نعم. ليس بصحيح. نعم. وهذا مخرف يؤخذ على يديه. والثاني يقول لك من قبل رجلي دخل الجنة، ومن صفعني دخل الجنة، والثالث يقول انه دخل يزني ومريد واقف على الباب يجهز له المية عشان يقول لك اللي يطارد ينطرد. اي تخاريف والله يدخلوا علينا في الدين مصائب. والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل اكثر الشعب المصري مستنير يرفض هذه الخرافات والترهات. الحمد لله الشعب استنار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لم يعد هذه البدع البالية من وجود إلا عند المجانين. والله يا شيخنا حضرتك طول ما أنت في مصر والله ربنا يحفظنا وإياك يا شيخ. السلام عليكم. لك من صافحني أو صافح من صافحني دخل الجنة. تم كفر عبد الله بن أبي صافح رسول الله، كفر صافح النبي عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. اتفضل الله يحفظكم. لو شيخنا لو في واحد جالس في القاهرة مقيم هناك وبيأتي لبلدته في الأرياف يعني أقل من 3 أيام، هل يقصر الصلاة أو يتم؟ هو ساكن في القاهرة بيروح لأمه في الأرياف 3 أيام؟ هو مقيم في القاهرة بالأشهر ولكن يأتي زيارات بس لل لا يقصر في بلد في القرية. لو اقل من 3 ايام لانه مسكنه خلاص مسكنه القاهره. طب لو اكثر من 3 ايام يتم؟ والله فيها القولان. نعم. والراجع شيخنا؟ يعني اذا اخذ بالاحوط راي الجمهور انه اكثر من 3 ايام يتم. جزاك الله خير شيخنا. ده الارجح ولا ليس قولا واحدا. بهذا القدر اجتزي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا أرحم الراحمين أن تحشرنا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. ف
فرج كرب مكروبهم وفك يا ربي الأسرى المسلمين المأسورين. اللهم ارحم أموات المسلمين واشف مريضهم يا رب العالمين، وفرج الكرب عن مكروبهم يا سميع الدعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين يا رب العالمين، أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أدخلنا دائما وأبدا مداخل صدق، وأخرجنا مخارج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب، وتقبل دعائنا وقنعنا بالحلال الطيب يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال الطيب يا رب العالمين، وابعدنا عن الحرام، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم يا رب مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.